أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الأزهر في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام ومواصلة جهود نشر التعاليم الصحيحة للإسلام في مواجهة دعوات العنف والتطرف. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لشيخ الأزهر الدكتور الطيب، وخلاله أكد السيسي على محورية الدورة الذي يقوم بها الأزهر في تجديد الخطاب الديني ونشر قيم التسامح وقبول الآخر، مشيرا إلى أهمية مواصلة عملية التطوير الشامل للأزهر والحفاظ على دوره الهام في التصدي للتحديات التي تمر بها مصر. وعرض شيخ الأزهر في هذا الإطار مختلف الأنشطة التي يقوم بها الأزهر الشريف، مؤكدا حرص الأزهر على ترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع الاجتماعي والثقافي والتصدي للأفكار المغلوطة التي يروج لها البعض بشأن الإسلام.